السلام عليكم. عليكم السلام، مساكم الله بالخيرات يا شيخنا. ومساك الله يحفظكم وإياكم. لو حضرتك هتوجه رسالة للمدرسين، خاصة اللي بيدرسوا طلبة الإعدادي والثانوي، بخصوص الاختلاط بين البنات والصبيان، رقم واحد، ورقم اثنين ان هم بيشكلوا عائق في الصلوات. يعني يكون مثلا في درس بين المغرب والعشاء، فالطالب والطالبة وهم في سن البلوغ كبار يعني اعداد وثانوي، تضيع له المغرب ويدخل عليها اذان العشاء. والله هذا المدرس الدين لا يفعل ذلك. المدرس الدين يختار اوقات لا تتنافى مع اوقات الصلوات، لا تتعارض، وكذلك المدرس الدين يفصل البنين على البنات. هذه بدهيات في ديننا. نعم. بارك الله فيك.